مولانا قصة السنين بالقرآن الكريم، سيد الحجازي بضع السنين، بعدين امددناهم ب3000، بعدين ب5000، يعني حكمة الأرقام في القرآن الكريم. الله يقول يعني الكلام اللي هو بالواقع ولا الأمل ولا المستقبل ولا الحاضر ولا الماضي ولا الواقع جل في علاه. أمدال الملائكة في الابتتال كان في بدء، وهذه يعني أرقام حقيقية ربنا ذكرها، لكن في خلاف بين الجماعة اللي يملك، هو ملك واحد كان يقدر يدل أهل الأرض، ليش لزمته العدد ده كله؟ فهو ربنا قال يرقى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، نزلوا للتثبيت، فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. فكان قتال الملائكة معروف، ولذلك الحارث بن هشام أخو أبو جهل لما شاف الملائكة وسمع واحد يقول أقدم يا حيثون، خرج وقال الله يعلم أني ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي فأشكر مجدي، وعلمت أني أن أقاتل واحدا أقتل ولا يظهر عدوي مشهد. وكان حكيم بن حزام يحلف ويقول لا والذي نجاني يوم بدر، الله كان يمينه يقول كده والذي نجاني يوم بدر. يعني ضربة الملك عن قوة كم إنسان؟ العرب ما كانوش يعرفوا كم الملك الواحد، العرب ما كانوش يعرفوا أنا جد الكرة. ليه قول يا رجل. الشيخ علي الطنطاوي يقول الملك الواحد قد يكون قد الكرة الأرضية كلها. كانوا عندهم يدوم الكعبة وطير الأبابيل دي مش 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 عزة لهم. الوقت جبت النت ولا يعني وإن يشاء يمددكم ب5000، يعني الله غير الرقم، يعني شنو الحكمة؟ حكمة عظيمة هاي 3000 5000. لا الأولانيين منزلين بالإنزال، والتانيين بعلامة الملك من غير مسومين، فدلهم عمل ودلهم عمل. شنو هو؟ أسلحة الجيش. الإنزال هو من طرق القتال. عنترة يقول ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المكرم، نزل من الفرس يقاتل في قتال على الخيول، قتال جانب الخيول. وبضع سنين الله آية انتصروا في هذه المدة، لأن الصديق راهنهم على ذلك 6 سنين، فربنا زودها لكن فتحة في مدة يعني. وحصل أن الروم غلبت الفرس بعد ما كان ميؤوس أنها تنتصر. هو أكثر رقم ذكر بالقرآن شنو؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10؟ 1000 أو يزيدون ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. قالوا 285 مو؟ معناها كم 300 سنين وازدادوا 9؟ المجموع كم مولانا؟ لا واحد ذيك اليوم الكيال يقول لا، يقول نقصوا 9 من 300. السنة القمرية أقل من السنة الضوئية الشمسية. كم بقى؟ إذا كانت سنة الضوئية الشمسية كبيرة كم؟ قمرية يعني. وأعفن آية سنة كألف سنة مما تعدون، هني شنو معناتها؟ رقم 100,000 أو يزيد. لا 1000 سنة مما تعدون، احنا نعد كم؟ وما يقضيه الله في يوم أو في لمحة البشر كلهم
يغيبوا فيه 1000 سنة. اضرب الضوئية حاجة رهيبة. السلام على أهل سيد علاء، الله يسلمك. وللحديث برقية يا معنى أرقام.